بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 23. أدرس في المدرسة ثم انقطعت عن الدراسة، وكان لي راتب من مصلحة الضمان الاجتماعي، وكانوا لا يصرفونه لي حتى أحضر ورقة من المدرسة تثبت استمراري في الدراسة فيها، فكان خالي كلما طلبوني يذهب إلى المدرسة ويحضرها ثم يصرفون لي ما أستحق، فهل ما أخذه حلال أم حرام؟ وهل ما أخذه من الضمان عليه زكاة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا كانت هذه الدراهم التي تصرف من الضمان الاجتماعي مكافأة على الدراسة، إنه لا يحل لك أخذها إلا إذا كنت تدرسين بالفعل، أما إذا انقطعت عن الدراسة إنه لا يحل لك أخذ شيء منها، لأنه يكون أخذا غير مبرر، ولا يجوز للمدرسة أن تعطيك إفادة وإثبات أنك تدرسين وليس الأمر كذلك، لأن هذا يعتبر من الكذب والاحتيال الذي لا يجوز. وكذلك ما ذكرت أنه إذا اجتمع لديك دراهم من هذا القبيل هل فيه زكاة؟ أولا، هو لا يحل لك إذا كان على الصفة التي ذكرنا من الاحتيال والكذب ولا تملكينه، لذلك الواجب إرجاعه إلى مصدره والتخلص منه. أما إذا كنت أخذتيه بحق، لأن كنت تدرسين مواصلة للدراسة وتجمع لديك شيء من الدراهم وبلغت النصاب 56 ريال أو ما يعادلها 56 ريال من الفضة في الريال السعودي أو ما يعادلها من الورق النقدي أو كانت أكثر من ذلك وحال عليها الحول، فإنه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حين استلامك لها إلى أن تم عليها حول، تجب فيها الزكاة وهي ربع العشر أي 2.5%. الله تعالى أعلم. فلو كان ما يصرف لها من الضمان الاجتماعي ليس من الشرط فيها أن تكون تدرس، ولكن تأخذ هذه الورقة كعنوان لها هذه المدرسة أو تعريف بشخصيتها؟ إذا كانت تصرف لها من الضمان الاجتماعي لأنها فقيرة ومحتاجة، نعم، لفقرها وحاجتها، فلا مانع من ذلك، لكن هي ذكرت أنها تدرس وأنها لا يصرف لها حتى يؤتى بإفادة من المدرسة، فمعنى هذا أنها تأخذها مكافأة على الدراسة. نعم. إذا كان كذلك فلا يجوز. أما إذا كانت تصرف لها من باب المساعدة للمحتاج والفقير، باب مثلا الضمان الذي يصرف للأيتام والقصار والأرامل وما أشبه ذلك، نعم، هذا ملكها، وإذا تم عليه الحول وبلغ النصاب تزكيه. نعم. سؤالها الآخر، تقول جاءها مرض منذ عدة سنين، فكانت لا تصلي إلا بالإشارة بأصبعها، وبعد شفائها قضت كل الصلوات التي مرت في فترة مرضها، وكذلك مرضت مرة أخرى فكانت تصلي مرة جالسة ومرة مستلقية ومرة بالإشارة بالأصبع، وكذلك بعدما شفيت قضت كل الصلوات مرة أخرى، فهل فعلها هذا صحيح أم لا؟ أولا، المريض يصلي على حسب حاله ولا يقضي الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، فالمريض يصلي على حسب حاله ولا يقضي هذه الصلاة لأنه أداها حسب استطاعته، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فيصليها قائما أو قاعدا أو مضطجعا ويومئ للركوع والسجود برأسه، أما الإيماء باليد أو بالأصبع فهذا لا أصل له بالشرع ولا يعتبر صلاة، فكونها قضت الصلاة هذا هو الحق والواجب عليها، لأنها لم تصلي، لأنها أشارت بيدها أو بأصبعها، وهذا لا يجزي ولا يعتبر صلاة. أما لو كانت تومئ برأسها للركوع والسجود لأنها لا تستطيع أكثر من ذلك فهذا فصلاتها صحيحة ولا تقضيها. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال أيضا من الأخت نون صاد ميم من العراق الأنبار، تقول لقد أرضعت شقيقها الأصغر منذ 29 سنة، ووالدتها أرضعت ابنتها الكبرى، وابنها وابن
ابنها الكبير عدة مرات، ويريد ابنها الصغير أن يتزوج من ابنة أخيها الذي هو خال الابن، وابنها هذا لم يرضع من جدته، فهل يجوز هذا الزواج أم لا؟ لا مانع من ذلك، ما دام هذا الصغير لم يرضع من جدته فإنه لا مانع من ذلك، بشرط أن لا تكون البنت رضعت من أمه، شرط أن لا تكون البنت رضعت من أمه، فلا هو رضع من جدتها ولا هي أيضا رضعت من أمه، حينئذ لا مانع من التزاوج بينهما. هذا السائل عبد الله المالكي من ثانوية الخميس الليث بعث بثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: من فاتته صلاة من الصلوات الخمس لنوم أو غيره، فهل يؤخر قضاءها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي أم يقضيها حال زوال العذر مباشرة؟ الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الواجب عليه أن يبادر بقضائها حال ما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز، لأنه أخرها عن وقتها، لأن وقتها حال زوال العذر. سؤاله الثاني يقول: من جاء للصلاة مع الجماعة فوجدهم في التشهد الأخير فجلس معهم، وحينما سلم الإمام سلم معهم ثم أقام الصلاة من جديد وصلى منفردا، فهل فعله هذا جائز؟ وهل يعتبر بإدراكه للتشهد الأخير مدركا للجماعة أو مدركا لفضل الجماعة أم لا؟ الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ولكن من جاء والإمام التشهد الأخير فإنه يدخل معه ليحصل على الأجر، بقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء والإمام على حال فليكن معه على تلك الحال، يحصل له أجر المتابعة. أما فضل الجماعة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة، وإذا دخل معه في التشهد الأخير فإنه لا يجوز له أن يسلم مع الإمام، بل إذا سلم الإمام يجب عليه أن يقوم ويأتي بما سبق به من الصلاة، فيجوز له أن يسلم، إذا تعمد هذا بطلت صلاته، إذا تعمد السلام مع الإمام بطلت صلاته. أما لو سلم مع الإمام ناسيا أو جاهلا إن صلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو. نعم. السؤال الثالث يقول: لدي زوجة كانت لا تعرف الصلاة ولا الصيام ولا الواجبات الدينية أو الزوجية، ولكني قمت بتعليمها كل شيء إلا أنها لا تلتزم بأداء الصلوات بل تتركها أحيانا كثيرة وتسخر مني حينما أعلمها أو آمرها بالصلاة، فما الحكم في الاستمرار معها نظرا لصعوبة أمر الزواج من غيرها من الفتيات الصالحات لغلاء المهور التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة؟ لا يجوز الاستمرار مع امرأة هذه صفتها تستهزي بالصلاة وتضحك من يأمرها بالصلاة تترك الصلاة، فهذه كافرة، لا يجوز البقاء معها. قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ويقول تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذه كافرة، أدام أنها لا تصلي وتسخر من الصلاة ومن الأمر بالصلاة هذه كافرة، لا يجوز لك البقاء معها. وأما قولك بعسر الزواج، أمن الله سبحانه وتعالى ييسر الخير، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الحاصل أنه لا يجوز الاستمرار معها على هذه الحالة، ما دام أنها لم تتوب إلى الله عز وجل حافظ على الصلاة فإنها لا تكون زوجة للمسلم، ولا يجوز للمسلم أن يمسكها. نعم. لعلكم تسدون نصيحة إلى بعض أولياء الأمور الذين قد يغالون في المهور مما يسبب مشكلة في طريق الزواج. مسألة المهور لا شك أنه ينبغي تيسيرها وتخفيفها، لأن القصد من الزواج ليس هو المهر، وإنما القصد مصالح الزواج وما يترتب عليه من الخير للمجتمع وللزوجين، فالمغالاة في المهور مغالاة تمنع أو تعرقل طريق الزواج هذا أمر لا ينبغي للمسلم أن يفعله، بل المطلوب شرعا تسهيل أمر الزواج وتيسير المهور وعمل كل الوسائل التي تشجع على الزواج لما فيه من المصالح، ولا ينبغي أن يتخذ القدوة من الناس الذين لا يصلحون للقدوة من الجهلة والجشعين الذين يرفعون مقادير المهور إرضاء لشهوتهم أو مباهاة أو غير ذلك من المقاصد السيئة. لا شك أن
إغلاء المهور ورفعها على المتزوجين هذا مما يعرقل الزواج ومما يسبب الفساد، وينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لهذا ولا ينساقوا وراء التقاليد الفاسدة والمباهات والإسراف والتبذير. أضف إلى ذلك أن الزواج أيضا يكتنفه تكاليف أخرى من الولائم والبذخ وشراء الأقمشة والمصاغات الكثيرة التي لا يقصد من ورائها إلا المباهات وإثقال كاهل الزوج، كل هذا من المغالاة ومن الآثار والأغلال التي يلقيها شياطين الإنس والجن في طريق الزواج ليحصل بذلك تعطيل هذا السبيل النافع للمجتمع. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت راء نون من ليبيا المرج، بعثت بسؤالين. سؤالها الأول تقول: هناك بعض الناس يسقط أمامي صريعا فيقول كلاما غريبا ويصرخ، ويقال إن الأرواح أو الجن الروحاني قد سكن فيهم، ولا أستطيع فعل شيء لهم سوى قراءة آية الكرسي والفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وأتعوذ بالله وكلماته من شر الشيطان وشركه، وسمعت أن هناك ذكرا خاصا يقال في مثل هذه الحالة، فما هو الذكر الذي يقرأ على المصاب بالصرع؟ هو ما ذكرتي، يتلى يقرأ القرآن عليه، خصوصا آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكذلك تعوذات شرعية: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وهذه الأذكار التي تقرأ على المصاب بالصرع فهي العلاج الوحيد لهذا الأمر. نعم. السؤال الثاني تقول: امرأة مات ابن ابنها الوحيد فندبت عليه ومزقت ملابسها، ثم أرادت بعد ذلك أن تتوب إلى الله، فقال لها بعض الناس: صومي 3 أيام من كل شهر، وبعضهم يقول: صومي 3 أيام من آخر الشهر الهجري، فهل هذا من شروط التوبة؟ وما هي شروط التوبة؟ أولا، المعلوم أن النياحة على الميت وشق الثياب هذا من أمور الجاهلية، والواجب على المسلم الصبر عند المصيبة والاحتساب، قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالواجب على المسلم أن يصبر ولا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يشق الثوب ولا يرفع الصوت في النياحة، فإن هذا من أمور الجاهلية. وما دامت السائلة قد تابت والحمد لله، هذا شيء طيب ويرجى لها الخير وتكفي التوبة. أما الصيام ليس عليها صيام، وإنما عليها أن تتوب، ومعنى التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وشروطها: أولا، أن تترك الذنب الذي تابت منه تركا نهائيا، والثاني أن لا تعود إليه أبدا، والثالث أن تندم على ما حصل منها. هذه شروط التوبة، إذا توافرت فالتوبة صحيحة ومقبولة، وهي تمحو ما قبلها من الذنب، وليس هناك صيام يصاحب التوبة. أما من أراد أن يصوم تطوعا غير مناسبة التوبة، صيام التطوع بابه واسع، 3 أيام من كل شهر، يوم الخميس ويوم الاثنين، يوم الاثنين ويوم الخميس، وكذلك الأيام التي ورد صيامها، لكن هذا لا يرتبط بالتوبة، وإنما هذا ما بالتطوع. نعم. جزاكم الله خيرا أيها